نحضر عصير خضار صحي. من اهم القواعد اللي لازم نتبعها انه نكون عم نخلط الخضره وما نكون عم نعصرها، وبذلك بتحافظوا على الالياف والمعادن والقيمه الغذائيه. بعدين نستعمل خلاط سريع تخفف من الوقت، وبذلك نتفادى الاكسده. نستعمل مكونات عضويه او على القليل 3 منها يكونوا عضويه. نتبع قاعده 80-20، اي 80% من المكونات تكون خضار وفقط 20% تكون من الفواكه. اما الفواكه اللي بنصحكم تحطوها هي اكيد انجاص، الموز والتفاح، وما ننسى انه نزيدها بالاخر باخر الخلط تنخفف من امتصاص السكر. اما من المكونات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده هي الجنجر وعصير الليمون، لانه بيزيدوا من امتصاص المعادن والفيتامينات. نتفادى الاسبانيخ والكيل الني، لانه بيخففوا من امتصاص اليود يلي بياثر على عمليه الحرق بالجسم.